هي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية حطت بمطار تمنهند قادمة من مطار معيتيقا بطرابلس بعد توقف الرحلات لعامين. تو في التخطيط ان فيه رحلتين، وفي المستقبل باذن الله حنزيد رحلات، واحنا اهلنا في الجنوب ان شاء الله يعني نكون في حسن الظن بخدمتهم. رحلات الشركة من والى المطار ستزداد خلال الفترة القادمة على ان تشمل رحلات دولية. تبدا اول رحلة قادمة من مطار معيتيقا طرابلس بواقع رحلتان في الاسبوع، وطبعا ان شاء الله في المستقبل حنحاول ان ننزل عدد الرحلات يعني حسب الامكانيات، ونحاول حتى ان شاء الله ان نستحدث رحلات خارجيه الى تونس والى مصر. والحقيقه هذه جهود بدلت من رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره في الخطوط الجويه الليبيه وجميع العاملين، وكذلك مطار اداره مطار تمنهند، وكذلك المجلس البلدي بوانيس. خطوة جاءت بعد مساعي المسؤولين بالجنوب للتخفيف من معاناة الأهالي وأعباء التنقل عبر الطرق البرية في ظل الظروف الأمنية المتدهورة.